من الحبيب عبد الله بن علوي الحداد ولي الله رضي الله عنه ولد في سبير التريم حضر موت بالليلة الاثنين الخامسة من صفر سنة 1440 هجرية رضي الله عنه هو من أهل البيت رسول الله صلى الله عليه وسلم من أبيه سيد علوي بن محمد بن أحمد بن عبد الله بن محمد الحداد بن علوي بن أحمد بن أبي بكر بن أحمد بن محمد بن عبد الله بالفقيه أحمد بن عبد الرحمن بن علوي بن محمد صاحب مرباط بن علي خالق قسيم بن علوي بن محمد بن علوي بن عبيد الله بن أحمد المهاجر بن عيسى الرومي بن محمد النقيب بن علي الأريدي بن جعفر صادق بن محمد الباقر بن علي زين العابدين بن بالحسين بن علي كرم الله وجهه زوج فاطمة بنت رسول الله صلى الله عليه وسلم أمه حبابة سلمى بنت عدروس بن أحمد بن محمد الحبشي فأبواه من ذرية سيدنا حسين بن فاطمة الزهراء بنت رسول لله صلى الله عليه وسلم.